تنازلك تنازلك عن بعض الأفكار احتراف ما هو ضروري يقنعك أو تقنعه. خل العفو في موضعه ولا تخاف، الشيء يحلى لا حصل في موضعه، وإن كان باقي شيء يستاهل يضاف يستاهل المتسامح نوقف معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيتوا بالخير جميعاً، لجنة، جمهور، جمهور خلف الشاشات، صلوا على النبي. قبل 71 وقبل تتلاحم الأسوار، قبل حضن اتحاد الدار يجمعنا بجنحانه، سألت الدار عن زايد وش اللي في زمانه صار، وجاوبني ثرى عاصر بطولاته وجثمانه، يقول اسمع وانا بعطيك معلومات للتذكار، هذا درعه وذا سيفه وهذه كرة حصانه. يقول اسمع وانا بعطيك معلومات للتذكار، هذا درعه وذا سيفه وهذه كرة حصانه. نطق سيف الغمامه قال انا يمن الزعيم البار، بحدي كم نزف دم العدا من كب شريانه. ردعنا دون هالافواج في عصر الغزو والثار، وحالفنا لهم رمح وسهم صاب نشانه، وصرت اليوم بعد الامن والنهضه والاستقرار روايه يفتخر فيها الفتى بفعول جدانه. تفاخر تفاخر يا ولد زايد، شف الخمسين عام شعار، ترى دارك سنام المجد مضمونه وعنوانه. تسامت فوق هامات الهمام الصارم البتار، وصارت قبلة العالم ومهبط حلمه وجدانه، بلاد العدل والفزعة وفعل الخير والأخيار، وصرح للتسامح فاتح صدره وبيبانه، ومرفع للسعادة والأمل والعلم والزوار، وواحة ترسم اللامستحيل بعين فنانه، واحة ترسم اللامستحيل بعين فنانه، ومصنع فكر وابداعات وصناعات واستثمار، ودانه بالجمال تخلي الحساد حيرانه. بعد ما وصلت القمة تجهز للفضاء مسبار وقوده، عزم روس رجال لا لمجاد عطشانه. أحصن ديرتي بسم الله الحافظ من الأشرار، ضعوف الأنفس اللي بالحسد والحقد مليانة، من إنجازات حكام الوطن دقوا جرس الانذار، ولكن خيلهم ردت بثوب العارة خسرانة على عيشي بلادي، واصلي يا قلعة الأحرار عصافير الشجر ما ضرت جذوعه ولا أغصانه. شكرا يا سعيد على هذا النص، واعتقد انه هذا الالقاء الحماسي تستحق هذه القصيده التي تحمل هذه المعاني الجميله، هذه القصيده الوطنيه. سعيد ذهب الى تمجيد
ماضي الإمارات ما قبل الاتحاد وما بعد الاتحاد. الحقيقة في هنا نقطة اشتباك أعتقد أنها جميلة إذا كان الشاعر قد قصدها، لأنه لدينا زايد الأول الإمام الله نعم. فيما نعم. قبل الاتحاد، ولدينا زايد الذي بنى الاتحاد واستمر به حتى أوصلنا لهذه الإنجازات نعم. الكثيرة. طبعا النص في بداياته يوحي بهذا وذاك، لأنه ذلك الإمام قد فعل الشيء الكثير للبلاد في جميع المجالات من الأمن والاستقرار، وحتى يقال أنه ازدهرت البلاد اقتصاديا في أيامه، وكذلك فعل الشيخ زايد في هذا العصر ونهض بهذه البلاد إلى هذا المستوى الذي نراه الآن. في عندنا رمز هنا جميل جدا، أنا أعجبني أنه الشاعر يذهب إليه، اللي هو سيف الغمامة. طبعا الغمامة هو معروف أنه سيف زايد الأول الإمام الله نعم صحيح. وهذا السيف يقال أنه كان قاطعا وبيد السيف، والإمام كان قويا لدرجة أنه بضربة سيف واحدة استطاع أن يقص الجمل نصفين من ظهره نعم. هذا سيف الغمامة. ففي هذا في هذه الكلمة سيف الغمامة، يعني إحنا أخذنا رمز يصلح لأن يكون مثال رمز لما كان من قوة لدى الإمام وما استمرت عليه البلاد من منعة وحفظت لنفسها استقرارها الذي يؤدي إلى النهضة فيما بعد. في نقطة أخرى أريد أن أشير إليها، إنه الشاعر هنا ذهب إلى كثير جدا من العبارات التي تدل على المعارك والبطش والقوة والقتال والغزو إلى آخره، كثير جدا. يعني مثلا لما قال إنه يقول انظر، لما هو طلب من الثرى إنه يحدث عن البطولات والأمجاد، قال إنه هذا درعة وذا سيفة وهذه كرة حصانة، كل هذه طبعا عدوات للحرب والقتال، وكم نزف دم العدا من كبد شريانة، وبعدين عصر الغزو والثار، وحلفنا لهم رمح وسهم صاب نيشانا، وإلى آخره. وبعدين قال الأمن والنهضة والاستقرار. طبعا الأشياء اللي قبل هذه اللي هي كلها حربية، يمكن أنه كان المفروض أنه يشير الشاعر إلى أشياء أخرى حتى تؤدي إلى النهضة والاستقرار. أنا هنا الحقيقة تذكرت في هذا الموقف بالذات حديث روالي الشاعر مبارك بن ثامر المنصوري يرحمه الله. الله يرحمه. نعم، وهذا كان رئيس مجالس الشعراء في الإمارات، وليس مجلسا واحدا، وكان مقربا من الشيخ زايد يرحمه الله. الله يرحمه. فقال إنه في أوائل الاتحاد كان هو شاعر مبارك في حضرة الشيخ زايد في مجلسه، وكان جمع من الشعراء كذلك وجمع من الناس، وكان الدور للشعراء ليقولوا ما يريدون. فجاء دور مبارك، هذا روايته لي شخصيا، قال أنا قلت من قصيدتي في أبيات منها إبقول شيوخ وحكام، هذا شعر مبارك، شيوخ وحكام عصور قديمة وحرامهم بالسيف كل نهابها، الحرام اللي هي حدود النفوذ وحدود الوطن، خصيمهم يمسي وكبده حزينة علة بجوفها ما يفيد الدوابها، خصيمهم يزقى بكاس من الصدى واسترهد الخاتم لكبده شرابها، استرهد يعني السم. فالشيخ زايد عند هذه النقطة أشار للشاعر بأنه يتوقف، فتوقف الشاعر ونصت. فإذا الشيخ زايد يقول يا مبارك، إنه نحن الآن يا مبارك في هذا الوقت لم نصل إلى الحكم والزعامة بالسيف صحيح. وليس لنا خصوم نتذابح معهم، وإحنا اليوم في سلام مع كل الناس من الأهل والجيران، وعصر الحروب والاقتتال والله وراح والحمد لله. فالشيخ المبارك بقول إنه بعد هذا الكلام الشعراء، وأنا فهمنا ماذا يريد الشيخ زايد، وكان في وقتها يوجه الشعراء من أجل خدمة الشيء اللي هو يريده من بناء المجتمع والإنسان من جديد، وأن يكون الشاعر عوناً له في ذلك. بقول فبعد ذلك غيرنا أسلوبنا
وبدأنا نذهب إلى الإنجازات السلمية وإلى بناء الوطن وإلى الإنجازات أكثر من أن نتكلم عن الحروب. وفعلا أنا تتبعت في ديوانه هذه الأشياء. بس إذا تسمح يا دكتور أنا عندي جزئية. تفضل. أنا بديت البيت الأول يقول قبل 71، أنا أتكلم هنا قبل قيام الاتحاد. في هذاك العصر كان معروف أنه كان فيه ثورات ونعرات قبلية في العصر هذاك. طيب. بعدها الحين أنا توجهت نقلة ثانية هم يقول وصرت اليوم بعد الأمن والنهضة والاستقرار اللي هي قيام الاتحاد، رواية يفتخر فيها الفتى بفعول جدانه. على كل حال الله الله. طبعا الشيخ زايد ابن سلطان الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله، يرحمنا ويرحمنا جميعا كل جميع موتى المسلمين، كان موجود قبل 71 وكان يحكم. نعم صحيح. إيه؟ فالمسألة هنا لا أريد أنا أدخل إلى التفاصيل اللي أنت بتقولها، لكن أريد أن أوجه نقطة إنه فكرة السلام، نعم، وفكرة الأمن والاستقرار كانت في ذهن زعماء الإمارات من نعم وقت صحيح مبكر، والشيخ زايد كان يوجه الشعراء أن يذهبوا إليها حتى يعيش المجتمع في سلام ولا تبقى في ذاكرته إلا البناء والنهضة والنظر إلى المستقبل وليس إلى الماضي ونبذ الخلافات، وخاصة أنه كان في هنالك خلافات قبل ذلك معروفة، لكن دعا شخصيا وأنا أعرف ذلك أنه تطمس ولا يجوز الرجوع إليها ولا ذكرها، وهذا ما أتكلم عليه بالضبط. نعم وشكرا يا سعيد. عفوا يا دكتور. مشكور يا أبو عسكور. العفو طال عمرك. شكرا على هذه القصيدة المنبرية بامتياز. الله يطول عمرك. لكن باينها جديدة، حفظك لها مب وين؟ لا جديدة القصيدة؟ توها قبل 3 أيام تقريبا. نعم. طبعا مو من السهولة اختصار تاريخ المنطقة والحديث عن مراحل من تاريخ الدولة يعني من القرن التاسع. الله يطول عمرك يا دكتور. من القرن التاسع عشر اللي هو من حكم زايد الأول إلى يومنا هذا، ليس من السهولة اختصاره في قصيدة، لكن استطعت أن تأخذنا في نقدر نقول عنها سرد سريع لهذا التاريخ بشكل موفق. الله يطول. والجميل أنك لكل مرحلة من المراحل اللي تحدثتها، مرحلة زايد الأول ثم زايد الثاني ثم العصر الحالي، لكل مرحلة يوجد رمز أو مجموعة من الرموز التي تشير إلى ذلك. إشارتك مثلاً لسيف الغمامة عن زايد الأول كانت موفقة جداً، إشارتك بعبارة تباخر يا ولد زايد أيضاً إشارة إلى نحن عيال زايد، إشارتك للخمسين عام إلى الوقت اللي نحن فيه نعيش حالياً وقرب اقتراب وعفواً وقرب الاحتفال بمرور 50 عام على الاتحاد قيام الاتحاد. كل هذا أرى أن نموذج لأسلوب اتخذته أنت في هذه القصيدة في بنائك لها، وكان هو المحور الأهم فيها اللي هو الرموز. أنت اعتمدت في هذه القصيدة بشكل واضح على توظيف الرموز لسرد المرحلة هذه الطويلة من تاريخ إمارات الدولة ثم تاريخ الدولة. لذلك نجد أن في العصر الحاضر تحدثت عن مثلا الفضاء، الوصول إلى الإمارات ودخولها عالم الفضاء والمسبار، تحدثت أيضا حتى عن السلام الوطني يعني الله. الجزئية هذه، فكل هذه الرموز كانت في محلها في كل بيت وضعت فيه هذه الرموز للدلالة على جزئية مهمة فيه. أيضا مطلع القصيدة لفت انتباهي كتمهيد للموضوع، المطلع كان مميز خاصة في الشطر الثاني يوم. أولا قبل ما أتكلم عن الشطر الثاني، المطلع أنت تحدثت فيه عن ما قبل الاتحاد وفي نفس الوقت ربطنا بما بعد الاتحاد، يعني يوم تقول قبل 71 من الطبيعي أن الواحد يروح فكره على ما قبل 71 وما بعد 71، وقبل تتلاحم الأسوار أنت تحدث عن مرحلتين أيضا قبل حضن اتحاد الدارج معنا بجنحات، ف هني تحدث ايضا عن مرحلتين. الله يطول عمرك. الجناح، توظيف كلمه الجناح في الشطر الثاني من المطلع كان موفق ايضا. رمزيه الجناح
لها دلالات كثيره في الشعر وغير الشعر. وفي الخاتمه انت يوم ذكرت عصافير الشجر، اين رجعت الى كائن له ارتباط بهذا الجناح، لكن العصافير هذه باجنحتها الصغيره، فكانك ترمز الى جناح كبير وكانك ترمز الى اجنحه صغيره لهذه الطيور اللي لن تستطيع ان تضاهي قوة الجناح هذا الكبير. فشكرا لك على هذه القصيدة. الله يطول عمرك ويسلمك يا دكتور دخل. الله يطول عمرك سعيد، قواك الله يا سعيد. الله يقويك. الله مرحبا يا ابو خالد، يسعدك مثل ما سعدتنا اليوم. الله يطول عمرك ويسلمك في هذا الحضور الحماسي. وسام يا ابو خالد الله يطول عمرك، يعني للامانه النص الوطني يبي له مثل هالحضور. الله يطول عمرك دخر وسام. خليني اختصر الكلام، كل الاساتذه قالوا بما فيه الكفايه عن النص وتحدثوا، وهذا النص فيه شعور، كميه شعور وطني ولا غرابه على المناصير. هذا الله يطول عمرك ويسلم. الله يطول عمرك سهل حبيبي. الله يطول عمرك. بدي خليني باختصر الكلام واقول خير من يمثل الشعر الاماراتي في هذا الموسم. الله يطول عمرك. أيوة. الله يطول عمرك وسام. الله يطول عمرك سعيد. ودي اقول لك سمعني صوت شله ولا شيء، بس خميس المنصوري عندنا موجود في المسرح يكفي الصوت. والله ادري تسمع يا ابو خالد، ادري ما ورا صوتك شله. سعيد للامانه هذا النص يعني وطني بامتياز. ترابط الفكرة، دخولك، التساؤل، سألت الدار جاوبني ثراها، مثل ما قال أبو علي أشار البيت الأول قبل 71 أعطيتني مرحلة زمنية قبل تتلحم الأسوار، قبل الاتحاد، قبل حضن اتحاد الدار أجمعنا بجنحانة، ذهبت إلى شعار الدولة الطير، يعني كل مفردة كل بيت اختار الشاعر بدقة. طبعا استعرضت تاريخ الإمارات والقديم والحديث، عصر التطور اللي عشناه وشفنا وشاهدنا كثير من هذه الأحداث اللي تكلمت عنها، إلى أن وصلت إلى الفضاء، وبعد ما وصلت القمة تجهز للفضاء مسبار وقودة عزم روس رجال الأمجاد عطشانة. جميل جدا هذا التصوير. ختام القصيدة كان هو الأجمل، على عيشي بلادي واصلي يا قلعة الأحرار، وعصافير الشجر ما ضرت جذوعة ولا أغصانة. جميل حضورك الله يطول ونصك عمرك وكلك جميل يا سعيد. أشكرك اليوم. الله يطول عمرك. استاهل استاهل كل خير. أنا أهنيك على هالجمهور وأهني الله يطول عمره وأهني الجمهور فيك. الله يطول عمرك يا أبو خالد دخل.